الأمن والاستقرار في الشارع المصري والاستقرار السياسي، أنا أعتقد ومؤمل وواثق أنه سنستعيد ثقة المستثمرين، وعلى فكرة سنستعيد ثقة الرأي العام العالمي، وسيؤثر ذلك إيجابيا على الحركة السياحية وعلى الحركة المالية وعلى تقدير المنشآت المالية للمخاطرة المصرية، وأنا شخصيا متفائل جدا بالأيام القادمة. هذا السؤال يوجه إلى القائمين على هذا المشروع. سيتم بدء في التنفيذ فورا وعلى مراحل على مراحل مختلفة خلال 5 سنوات. ما هي أهم المشروعات التي تفضلت فيها وزارة الصناعة والتجارة في الفترة المقبلة؟ يعني المشروعات وزارة الصناعة لا تدخل في مشروعات، وزارة الصناعة بتهيئ المناخ المناسب لتسهيل العمل والاستثمار والإنتاج في مصر، وتعكف وزارة الصناعة على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، والهدف هو تهيئة المناخ المناسب وتسهيل العمل في مصر والتشجيع على الادخار، الاستثمار، الابتكار، زيادة الانتاجية، زيادة ورفع كفاءة العامل المصري، وذلك بإتاحة فرص التدريب وإتاحة فرص العمل للشباب، وخاصة التدريب من أجل التشغيل. هي يجب أن نرفع من مستوى جودة المنتج المصري، ولعل الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف هو رفع مستوى الشروط التي سميتكم ده كلام، رفع مستوى الاشتراطات وجودة هذا المنتج، ولذلك بنراجع كل ما يخص المنتجات الصناعية المصرية، وبنحقق من خلال ذلك هدفين. الهدف الأول منع دخول المنتجات الرديئة إلى الأسواق المصرية حماية لمصلحة المستهلك المصري، والهدف الآخر أنه بنرفع من كفاءة وجودة المنتج المصري مما يتيح له النفاذ إلى الأسواق العالمية والمنافسة في هذه الأسواق.